برنامج هو هي وآدم مش مجرد ان هو بيقدم براندات او لا، بيقدم برضو مشاكل المواطنين. يعني اي مواطن عنده مشكلة بيتواصل معانا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك او عن طريق الارقام بتاعتنا، وبنتواصل معاه وبنعرض له مشكلته على السادة المسؤولين. في ناس كتيرة بيبقى عندها مشاكل قوية جدا ومش عارفة تعمل ايه، واصعب حاجة لما تبقى المشكلة في اكل عيشك، لما تبقى شقيت وتعبت طول حياتك وما صدقت عملت لك مشروع على قدك كشاب تاكل منه لقمة عيش، تلاقي حد شغال وراك شكاوي ما نفعتش الشكاوي، بعد الشكاوي يعمل حاجات تكره فيك الناس، تخلي الناس كلها تكرهك وتقول عليك ده كافر. والله انا سمعت المشكلة دي زي حضراتكم، هنعرض لكم المشكلة، والطرف التاني في المشكلة لو اتفرج على حلقتنا ليه حق الرد لو عنده أي رد، لأن برنامجنا بيحب دايما يعرض لكم المشكلة من وجهة طرف الشخصين. بنرحب معانا ومعاكم الأستاذ محمد السيد عبد الرحيم رسلان، صاحب ملاهي سندباد المراغب سوهاج. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا سيدنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. مشوار كبير جيتوا، الحمد مشوار لله على أنا السلامة. يعني تقريبا 8 ساعات أو 9 ساعات، بس الحمد لله. ايه انا جاي، مشكلتك يا استاذ محمد؟ مشكلتي ان انا راجل طلعت من صغري، عشان يعني بدات انا ابني نفسي من حوالي تالتة اعدادي، بقيت اشتغل يوم واروح مدرسه يوم، اغيب من المدرسه 3 4 ايام اشتغل كده كمساعده. انا ابويا راجل فلاح مواطن عادي زي اي حد، مزارع، ووالدتي برضه من الناس مثلا مش متعلمه او فالحمد لله احنا رضينا بنصيبنا وعشنا. فبدأت أبني نفسي، اشتغلت في جميع حاجة، في الفاعل، في الخرسانة، في المحارة، سافرت 3 سنين اتغربت فيهم في السعودية، شقيت كتير وشلت في دماغي، نمت في جبال والصحراء وكذا مشروع وكذا أماكن أنا اشتغلت فيهم هنا في تعبت مصر جدا وحاولت ان انت تعمل لنفسك حاجة تعمل تاكل منها عشان لقمة عيش أقف على حاليا. رجلي، أبقى بالظبط عايش بالظبط. بالحلال، ما دورتش على أي حاجة أعملها مخالفة للشرع ولا الدين ولا الحرام، تمام، عشان القرش الحلال بيدوم، القرش اكيد الحرام بياخد كله ويروح الحمد اكيد لله. اكيد. بدأت واحدة واحدة بقى، بدأت جبت لي لعبة أو لعبتين عملت ملاهي، وسنة اجرت ورا سنة ارض. بدأت إن أنا أبني فيها لحد ما تمام كونت الملاهي الحمد لله. تمام أجرت لي حتة أرض وقعدت فيها، قلت أستقر في بلادي، منها إن بلادي أصلا اللي هو مركز المراغة ما كانش فيه حاجة زي كده يعني انت المكان الترفيهي الوحيد للاطفال. بالظبط. ممتاز. في مركز مدينة المراغة كنت أنا المكان الوحيد. اه نقلت من مكان الاثنين جوه المركز، برضه ما رضيتش أسيب بلدي لأن أنا عايز أعزز البلد احنا لو والناس بلدي. عندنا صور لو الصور جاهزة، الصور لو في كذا جاهزة نعرضها حفلة، الأول قبل الفيديو. اتفضل. كذا حفلة جاي حضرها السيد رئيس مجلس المدينة، حفلة الأيتام وحفلة جبر الخواطر وفي حفلة مركز روفا لذوي الاحتياجات الخاصة وغير الحضانات والأطفال ما اللي شاء بتيجي الله الصبح. عملت تمام. نشاط جميل يسعد الأطفال ذوي كان الاحتياجات اوقات الخاصة بالظبط، والأيتام. والله العظيم انا ذوي الاحتياجات الخاصه كنت اوقات اقول لهم تعالوا انا مش عايز حاجه، اعتبروا لوجه الله. ربنا بما يبارك في لك يا ذلك رب. انا كنت بعمل برضه يوم ترفيهي للاطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه اللي هي الجمعيه الخيريه بقياده الشيخ احمد الطوخي، وبما فيهم اللي كنت متعاقد مع الدكتوره مريم سليمان جاد، كنت متكلم معاها وقلت لها اي حد في الكنيسه معاق او ايتام هاتيهم مع الاطفال اياه ربنا يكرمك. كيوم ترفيه كل شهر، اتفقنا على كده كل شهر كنا بنجيبهم. ايه بقى اللي حصل؟ بدأت المشاكل آه واحدة طبعا واحدة. حضراتكم شايفين صور الملاهي، مشروع بسيط عمله شاب تعب وكافح عليه، عمل مشروع يسعد بيه اهل بلده واطفال بلده، وافضل المشاريع اللي بتسعد الاطفال. حضراتكم شايفين دلوقتي الصور على الشاشة. ايه بقى اللي حصل بعد ما عملته وعملت حاجات جميلة كده؟ ايه اللي حصل بقى؟ بدأ اللي هو الشيخ، احنا بنقول له الشيخ عبد العظيم فاهم اسماعيل، بدأ يشب المشاكل معايا، ما تشغلش صوت. طب يا ربي هو في ملاهي ما تشغلش ترفيهية ايه؟ ما تشغلش الصوت ولا يعني السماعة؟ اغاني اطفال والحاجات اللي طب بتقدمها. هو في ملاهي ترفيهية بتاعت اطفال ما تشغلش صوت ولا تسعد الاطفال؟ طب انا عايزه اعرف بتشغلها اثناء الصلاه؟ لا طبعا، استحالة طبعا، طبعا. اه ده حاجة مفروغ يعني منها، اثناء الصلاه بتقفل اثناء الاذان والصلاه ده حاجة والاقامه، أكيدة، وانا ما بشغلهاش اصلا لكن الا هو عايزك تقفلها على طول. عايز ما تشغلش. طب نشغل قران يا عم الشيخ؟ نقول لا ولا قران يعني، ولا نشغل اغاني
ولا شغل قران. هو جارك ما شغلش محمد صح. لا في فرق ما بينه وما بينه بتاع احسن من 25 متر. وجار خلفي انا، انا جار خلفي انا، هو من بحري وانا من جبلي، قفل بيت ليا هو بابه في الشارع الثاني الناحيه الثانيه. يعني هو في ظهرك؟ في ظهري. واعترض على الصوت والصوت يعني انا. تمام. انا لو مشغل الصوت اتجاه الريح بيكون الجهه المقبله جاي. من بحري مقبل. يعني حتى الصوت لو مش هيروح من بحر عليها. ايوه تمام. عكس مش هيروح الصوت عكس الريح ابدا. تمام. لا ده موضوع يعني ايه عند انت مرخص إن هو... انا شايفاك جايب الاوراق ومرخص حضرتك دي شهاده وريها للكاميرا الطاقه الضريبيه الخاصه بالملاهي. تمام. ودي شهاده ترخيص بمزاوله مهنه بملاهي ترفيهيه باسم محمد سيد عبد الرحيم برضو. تمام. باسمي. تمام. 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 وده اللي انا سحبته من الشهر العقاري بتاعنا برضه بشهاده ايه ان انا الملاهي الترفيهيه ليها ايه سجل تجاري وغرفه تجاريه. ما شاء الله انت عامل اوراق كلها برافو. وهنا حضرتك برضه الملاهي مؤمن عليها باعماله. ده جواب التامينات ربنا يكرمك اللي جاي في اللي جاي من التامينات الاجتماعيه ان الملاهي الترفيهيه مؤمن عليها ومنشاه قائمه مؤمن عليها. تمام. بدفع لها تامينات. ده جواب مكتب العمل بمواعيد عمل رسمية. تمام. مواعيد عمل رسمية من مكتب العمل يعني أنا ما بعملش حاجة مخالفة. تمام. عمل تمام. إيه بقى؟ يعني أنت ما شاء الله أوراقك كلها سليمة وزي الفل. إيه بقى اللي عمله الشيخ؟ اسمه شيخ إيه؟ الشيخ عبد العظيم فهم اسمه. الشيخ عبد العظيم عمل لك إيه؟ عمل بقى فيك محاضر وحاجات من دي؟ راح اشتكاني في الشؤون اكتر من مره. اكتر من انه هو جات لجنه من اسيوط من هيئه شؤون البيئه اسيوط وقاست مستوى الاضرار جوه بيته بالبكسل. بمستوى الصوت بالبكسل وقالوا انه هو ما فيش اي حاجه. طب ادينا تقرير بكده عشان اقدمه. طيب. في المحكمه. قال لك ما ينفعش ندوك اي تقارير الا لازم جهه حكوميه هي اللي تطلب التقرير مننا. تمام. هو ناس. عمل فيك شكاوي كتير. تمام. كتير. والحمد لله المحاضر ما اثرتش فيك. انت بقى بتطلب من الساده المسؤولين لان انت معاك اوراقك. انا بطلب العدل. انا بطلب العدل. يعني انا عايز اعيش. انا عايز اعيش زي اي بني ادم. يعني هو لما يخرب بيتي. معانا مداخله تليفونيه. سياده المستشار القانوني استاذ محمد سعيد. يا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك سياده المستشار. الحمد لله خير والله. حضرتك سمعت مشكلة الأستاذ محمد معانا؟ متابعها. تمام. طب هو يعمل إيه؟ هو دلوقتي أوراقه كلها سليمة. الجار أو الشيخ عبد العظيم عمال بيعمل فيه شكاوي، مضايقه في أكل عيشه. يعمل إيه حضرتك؟ والله هو الأستاذ الفاضل هو الميزة بالنسبة له إن هو الحمد لله إجراءاته القانونية يعني الوضع القانوني مكمل بالنسبة له. تمام. وطبعا القانون المحلي العام دكتوره حاطط شروط معينه لايقاف الغرق الاداري او لسحب الرخصه منه، فهو ما فيش الشروط متوفره بالنسبه له. بالظبط. فاصبح هنا الاتهام الشيخ الفاضل يعني الله يسامحه يعني في محله، لان الراجل ماشي وفقا للاجراءات اللي القانون حاططها واللي الاجهزه الرقابيه حطاها. ما فيش يعني الراجل مش مخالف مثلا شروط الصحه والسلامه العامه، او مش بيدير الملاهي في اعمال منافيه للاداب، او مش بيضر الجيران، او يعني ما فيش الضوضاء او الحفلات اللي هي الصاخبه اللي ممكن تسبب الازعاج. فهنا يعني الشكوى يعني في غير محلها الطبيعي يعني. بالظبط. طيب هستاذن بس حضرتك. هو الشيخ كمان عمل فيديو. استاذ محمد بيقول لنا هنشوف الفيديو دلوقتي. هو بيقول لنا ان الفيديو مفبرك بيستميل الناس عن طريق الدين. عمل فيديو ان الاستاذ محمد هو والشباب اللي معاه في الملاهي دخلوا المسجد دنسوه بالاحذيه بتاعتهم ورموا المصاحف على الارض وكسروا رجل الكرسي والحاجات دي. طبعا احنا كنا ننزل فيديو الاول بس حضرتك طبعا المداخله معانا، فعايزين نعرف بقى يعني ايه راي حضرتك في الموضوع ده. يعني حد طبعا هو بالفيديو دوت يتوجه فورا لمديريه الامن اللي تابع ليها محل الملاهي. ايوه. ويقدم شكوى في الشيخ نفسه او الناس اللي نزلت الفيديو، لان ده تشويه ليك. طبعا بالظبط بالظبط. وسهل جدا عن طريق تحريات المباحث. الفيديو بالفعل شغال يا فندم. ايوه مع حضرتك. وسهل جدا عن طريق المباحث او التحريات اللي هتقوم بها الجهه نفسها المختصه هيتم اثبات ان الفيديو ده مفبرك، ويبدا يحفظ حقه القانوني وياخد الاجراء القانوني ضده. اكيد.
ومن حقه كمان ان هو يطفي الشيخ دوت ويعمل له عدم تعرض ليه في شخصه او في عمله او في الملاهي او في سامع؟ طبيعته. تمام. يعني حقوقه القانونيه كامله محفوظه، سواء عن طريق اسم الشرطه او عن طريق مديريه الامن او عن طريق مباحث الانترنت نفسها، ان هو يقدم كل المحتوى ده. تمام. واعتقد ان الملاهي ليها كاميرات مراقبه، أكيد. لا ما فهو عملتش. يقدر ياخد بقى صورة لا صحيحة من ما كاميرات المراقبة بتاعته عملتش. ويوديها للجهاز، ولو في حاجة مخالفة عنده يا دكتورة الجهاز مش هتتوانى عنه، يعني مش أكيد هتسيبه أكيد، بعد كل الشكاوي دي أكيد مش هتتوانى. مستحيل. أكيد أكيد. في معايير معينة وشروط معينة وإجراءات هو الراجل متبعها في عمله، لأن هو ده مصدر رزقه ومصدر مصدر عمله. بالظبط. مش أنا لوحدي. هو متبعه، فهو يعني لا مفيش خطر بالنسبة له، بس يحفظ حقه تجاه الشيخ. بالفيديو ده يحفظه بالفيديو طبعا. بالاتهام الموجه ياخده. ليه. ايوه تمام. بنشكر حضرتك جدا سيادة لا المستشار، تحت أمرك، تحت بنشكر أمرك يا دكتور. جدا حضرتك. في نهاية المداخلة بنشكر سيادة المستشار محمد سعيد، ميرسي جدا لحضرتك. طبعا هو سمعت ان انت ليك حق، وانا عايز اسألك بقى، انت ما توجهتش ليه لمكتب المحافظ؟ ما توجهتش ليه للمسؤولين في البلد عندكم في سوهاج قبل ما تجينا البرنامج؟ توجهت؟ لا انت تعرف بقى المفاجأة؟ ما حبيتش ان انا ممكن اكون سبب. مثلا انا سبت يوزفيه بقول ربنا ربنا كبير ربنا كبير، وكل يعني سبحان الله انا بقول وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا كل بس ما بنكر توصل لتشويه ما هو صورة أنا انسان من ناحية الدين. انا صابر ليا سنة ونص في شكاويه ما رضيتش اتكلم، بس لما وصلت للدين انا اتكلمت. اكيد ما اقدرش. اكيد. لان انا واحد من ضمن الناس اللي بصون نعمتي، ازاي مش هصون ديني؟ انت تعرف ان طبعا انت لو كنت توجهت لسيادة المحافظ، معروف جدا جدا عن سيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قد ايه فاتح بابه للمواطنين. والله هو انا احنا مجرد ان احنا اتصلنا بيه قال لي انا فاتح بابي يوم الثلاث للمواطنين بيسمع شكواكم. انا عايز اقول لحضرتك ان انا لما اتصلت بيه برقم غريب، رد عليا والنهارده الجمعه والساعه 6، يعني المفروض ان دي اجازته، رد عليا هو ما يعرفش رقمي ما يعرفش اي حاجه، رد عليا واهتم بمشكلتك وقال ليه ما جاليش، ليه قبل ما يتوجه للتلفزيون ما جاليش، ما بيتواناش. فثق ان مسؤولين دولتنا على قدر من المسؤوليه ان هم يحلوا لك اي مشكله. انا واثق في كده يا فندم، وواثق كمان في ان قواتنا او الرئيس عبد الفتاح السيسي عمره في حياته ما هيعين حد مثلا مش هيكون كفاءه ان هو يكون قد المسؤوليه اللي هو هيعينها له. اكيد تمام؟ اكيد. واللواء طارق الفقي من 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 احسن المحافظين اللي مسكت عندنا في سوهاج، بس انا ماليش طريق ان انا اروح له، يعني انا مش عارف معرفش حد اروح له ازاي، او ان انا مثلا ما توجهتش قبل كده ان انا اروح مثلا مكتب المحافظ او اشتكي حد او اتوجه مثلا بالشكوى لحد. لكن انا سبحان الله انا اهو جات معايا كده، بس ان هو وصل ان هو يعني نزلنا على الملأ، فانا أكيد حبيت أكيد. ان انا اعرض احنا المشكله وانت على عرضنا الملأ. المشكله سياده المشاهدين يعني للساده المسؤولين، عرضنا مشكلتك، عرفت حل مشكلتك أنا ايه؟ انا كنت هتوجه برضه سياده المحافظ، هتتوجه له يوم الثلاث تمام، لان هم بيقولوا لي خلاص اطلعي فاصل. ان شاء الله باذن الله سياده المحافظ هتروح له يوم الثلاث، وكمان هتاخد الفيديو وتقدمه في ان ده تشويه لصورتك، وان شاء الله مشكلتك تتحل. ويا جماعه قدام الناس كلها الاستاذ محمد بيقول ان هو ما عملش كل اللي موجود في الفيديو ده، انسان يعرف ربنا، والشيخ عبد العظيم لو حابب يرد ليه حق الرد في البرنامج. انتظرونا بعد الفاصل.